عايز توصل للي ما وصلتش ليه الملائكة صلي. عايز تشوف اللي سيدنا النبي عاشه في مرقى المشاهدة صلي. عايز تفتح باب المكالمة مع صاحب الكون صلي. صلي. لكن هو حطت ايدك على خدك هتحل لك مشاكلك. كان صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر يقول لك هرع إلى الصلاة. يعني ايه هرع إلى الصلاة؟ يعني فورا جري إلى الله، فر من همه إلى ربه، لجأ من شدته إلى مولاه ليقدر يحلها. إن ربا كفاك بالأمس ما كان حتما سيكفيك غدا ما يكون. كل تفريج الكروب ما لا يقدر عليها إلا الله. كل حل الأزمات لا يقدر عليها إلا الله. مين تتخيل يعرف يغيثك من اللي انت فيه إلا ربنا. على طول أول ما اشتد عليك شدة اتوضأ، اطفي نارها بالوضوء، وافتح باب الفرج بتكبيرة الإحرام، ثم قف بين يديه وتغنى الحمد لله رب العالمين بلسان المضطر الذي يناجي كاشف الضر. ستسمع سريان اللطف وهو يباهي بك فخرا وعطف الخلائق قائلا حمدني عبدي. وليس هذا على سبيه المباهاة التي بها الله سبحانه وتعالى يتكلم فيها عن فضلك، إنما يتكلم فيها عن فضله. حمدني عبدي على البلاء كما حمدني على العطاء، حمدني عبدي على العجز كما حمدني على القدرة، حمدني عبدي على الفاقة كما حمدني على النعمة. الرحمن الرحيم تنزلت من سماويات الحضرة الإلهية معان ومعارج بها يتصل العاجز برحمة الرب القادر. إياك نعبد في طلب الفرج وانتظار الفرج، لأننا أمة علت على الدرج وقتما عرفت أن انتظار الفرج عبادة. مهما طالت الشدة فنحن نؤمن أن انتظار الفرج عبادة. نايم على سرير عيان ليه 10 سنين، احنا بنتحاسب على كده، على انها عبادة. منتظر امنية ليها سنين ما اتحققتش، وكل يوم اقول اياك نعبد واياك نستعين، هذا الانتظار عبادة، لانها دعوات مضطر. اما ان يعجلها كرامة فتأتيك على الفور، او انه يؤخرها تكرما فتأتيك بالخير، أو أنه يدخرها لك مقامات رضا يوم تلقاه. فيقف العبد قائلا ربي لمن هذا وبأي استحقاق استحققته؟ يقول له هذا لك، واستحققته لأنك دعوتني وأنت مضطر، فبقدرتي حولت قدري من مما تريد لما أريد بقدرتي فعالا لما أريد. فيتمنى العبد وقتها أنه لو ما كانتش اتحققت له أي أمنية.